سلام دراري، مرحبا بكم في هاك نيوز بالدارجه. بزاف منكم كيسمعوا بلي راه كاينين هاكرز اللي كيخترقوا كامبانيز كبار وكياخذوا الفلوس من الفوق. غادي شي واحد غادي يقول لك كيفاش انت كتقول بلي راه كاين هاكر كيخترق كامباني وكتخلصوا الكامباني من الفوق، زعما هو دار illegal action، يعني دار واحد الحاجه اللي خايبه، ولكن الكامباني كتخلصوا. خصنا نتفقوا بعدا على شنو هو الهاكر. الهاكرز حنا كنعرفو بلي كاينين بزاف ديال لي كاتيجوري ديال الهاكرز. كاين هاكرز اللي كيتسموا الوايت هاتس اللي كيديروا الحاجه المزيانه، وكاينين البلاك هات، وكاينين بزاف ديال الكاتيجوريز اخرين اللي غادي نهضروا عليهم شي نهار. فهاد البودكاست غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي سميتها الباك بونتي. معنا نيت اليوم السي ايوب اللي هو فول تايم باك بونتي هانتر، اللي غايشرح لينا كيفاش الهاكرز الوايت هاتس يقدروا ياخذوا ريوردز كبار على الهاكين اكشنز ديالهم في الكامبانيز. غنحاولوا نطرحوا عليه بزاف ديال لي كيسيون متعلقه بهذا الدومين. نتمنى انكم تستافدوا. كما القاعده الهوست ديال البودكاست انا سي بودي ومعايا ايدي مورا. خليو السي ايوب يقدم لينا راسو. الله يحفظكم الدراري. انا نبريزونتي راسي للناس اللي مش يعرفونيش. ايوب العيش، ولد سلاه 28 عام، فول تايم باك بونتي. لا بلوبار ديال لي بلاتفورم اللي كنخدم فيهم باك كراود، سيناك، ومرة اكرومان. اليوم بغيت نهضر لكم شوية على التجربة ديالي في باك بونتي مع الدراري. نتمنى تستمتعوا. ضروري غادي تكون شوية الإفادة للناس، حيت بزاف ديال الناس كيجيو كيسولونا على هذا الدومين هذا اللي انا شخصيا شحال هادي ما قصرتش في البروغرامز كاملين. شحال هادي ما درت شي حاجه. اخر مره يتينك درت شي حاجه كانت هادي شي 6 شهور ولا 7 شهور. فهاد ما عرفتوش مازال كيدير شي حاجه ولا لا شي عامين. اخر مره سيسكو صافي ما برانش. ان شاء الله تاخذو كاملين ان شاء الله. نبداو بواحد لا كيسيون خي ايوب، حيت بزاف ديال الناس كيسمعوا بالباك بونتي كيقول لك الباك بونتي فيها الفلوس، الناس كتدخل العاقه، الناس كتمشي كتلقى الفولنرابيلتيز، خصوصا دوك الناس اللي كتشوف فيسبوك كتلقى شي واحد لاحتو شي باج كيقول لك حكا راه هاد خونا لقى واحد الباك في فيسبوك عطاوه 50,000 دولار، كيقول لك لا راه هذا لقاه في سميتو في سبوتيفاي شي حاجه بحال. المهم بروغرامز كاملين اللي معروفين. الا قدرتي غير انك دير واحد لابتيت ديسكريبسيون شنو هي الباك بونتي بالنسبه لك انت، وشنو هي الباك بونتي اون جينيرال. حيت بزاف ديال الناس كيسمع باك بونتي كيقول لك انا كنعرف غير واحد خونا راه مشى لعند الفيسبوك هاكاهم وعطاوها الملايين. واخا انا غادي نشرح شويه على الفكره ديال الباك بونتي وشنو علاش كتعتمد وكيفاش تكون كيفاش تستافد من هذا الدومين هذا كشي واحد اللي عنده مع الدومين. لكن بالنسبه للباك بونتي بدات تقريبا في 2000، كانت قيلها اول بلاتفورم هي هاكر وان. قيلها كانت الفكره انهم غيبقاو يديروا شي ما كانش ديك الساعه حتى شي بلاتفورم، وكان كان واحد ثلاثه ديال الناس قيلها المانيين تجمعوا كرياو هاكر وان. وقيلها ما عقلتش اي نعم بالضبط. المهم تكريات في الالفينات 2003 2004. داروا كولابوراسيون مع اول شركه داروا باك بونتي كانوا هما فيرايزن ميديا، اللي هما شادين ياهو وشادين اول داكشي. كان هذاك هو اول بروغرام. المهم الباك بونتي بصفه عامه هما شركات كيديروا كولابوراسيون مع اون بلاتفورم على ان بزاف ديال لي ريسيرشرز اللي هما حنا هاكرز كيدخلوا للبروغرام وتيقراو شنو كاين في داك البروغرام، شنو خصك دير، فين خصك تقلب، شنو هما لي دومين اللي خصك تقلب فيهم، وشنو هما التيب ديال لي بوغ اللي هما انتريسي انك تريبورتي ليهم. تيعطيك تيتسمى سكوب اللي هما لي ليست ديال لي يوريرا، تيعطيك الاوت سكوب تيقول لك هاد لي ليست ما تقربش ليهم. وانت اوطون كو هاكر كتمشي وكتدخل البروغرام وكتشوف هذاك الشيء تهز وكتيستي على حسب المعرفه ديالك، على حسب شنو اللي كيعجبك. وسيغتان مو كيما ذكرتي تقول لي بزاف ديال الناس تيقولوا فيسبوك دخلوا داروا زعما شي واحد دخل لهاكا فيسبوك تاع 50K تاع 80K. ايه سيغتان كاين بزاف ديال الناس اللي دخلوا بزاف ديال الفلوس عن طريق باك بونتي، ولكن راه كاين بزاف الناس يقولوا داك الشيء عنده الزهر
سيغتان مون كاين واحد البورسونتاج ديال to be in the right place at the right time باش انك تلقى واحد البوك معين. مي سانون بيس ان هادوك الناس راه تيكون واحد الناس سكيل كتلقاه دوز واحد القيته كبيره في داك البروغرام باش ولف لي تكنيك ولف السب دومينز ولا فاميلياريزي مع مع الانفيرونمون. وبالنسبه للباك باونتي كاينين جوج الانواع ديال لي بروغرام، كاين كيما قلت بروغرام تمانجر بار البلاتفورم، وكاينين دي بروغرام تيكونوا اكسترنال سيتادير ما عندهمش بلاتفورم، بحال مثلا فيسبوك، بحال مثلا ابل، بحال مايكروسوفت. مثلا فيسبوك كتريبورت ليهم عن طريق فيسبوك سلاش وايت هاوس، وهما ملي تيفاليدو البوك ديالك تيخصيفطو لك البيمون عن طريق هاكر وان ولا باك جراوند. وبالنسبه لابل عندهم حتى هما سيستم ما عرفتش البونتي كيفاش كيصيفطوها لك، مي كتصيفط لهم بار ايميل وكيدرسو الا كان اليجيبل بونتي كيصيفطو لك البونتي ديالك وقيل عن طريق جوجل عن طريق ابل ديفلوبر اكاونت وقيل شي حاجه بحال هكا. وميكروسوفت حتى هما كيصيفطو عن طريق هاكر وان باك جراوند. دونك الناس اللي انتريسي بالباك باونتي هو الا كان عندك واحد لا كيوريوزيتي تقدر ايفيكتيفمون تدخل واحد الفلوس اللي نقولوا تقدر تراوح ما بين 1000 حتى 10000 دولار في الشهر تقريبا على حساب الاجتهاد ديالك وعلى حساب على حساب انت وشحال تقدر تخدم. ايوب شرح لنا شنو هي الباك باونتي وعطانا شويه من الاستوار ديالها. كما قال الباك باونتي هي فاش كيكونوا الكومبانيز كيديروا كولابوريشنز مع هاكرز في لي بلاتفورم اللي معروفين بحال هاكر وان، باك كراود، انتجريتي، باش انهم يلقاو باكس في الويب ابليكيشنز ديالهم ولا الاسيتس ديالهم وكيتريبورتو ويتفيكسو. ولكن حنا كنعرفوا بلي ان هاد الضمن هذا كيتطور ديما يعني اكسبونونسييل، وكنشوفوا بزاف ديال الناس كيريبورتيو باكس، وبعض المرات كتكون خدام في شي بروغرام كتلقى راسك كتهاكي وكاين 1000 واحد اخر ولا 2000 واحد اخر اللي كيهاكيو في نفس البروغرام ديالك. يعني كاينه واحد لا كونكورونس بزاف في الدومين، وتقدر كاع توصلك واحد الانفيتيشن واحد البريفيت بروغرام مثلا تلقاه ديجا الناس اللي ريبورتاو باكس ريبورتاو بزاف، يعني داك البروغرام مضروب بزاف. واش نقدروا مثلا نقولوا في هذه السنوات الاخيره بان الباك باونتي ما بقاتش فيها المعنى، ولا كاينين شي طرق ولا شي تيبس اللي كيخدموهم الناس اللي كيديروا الباك باونتي باش انهم يلقاو باكس؟ هاد الكويشن صراحه زوين بزاف وغادي نحاول نجاوب عليه سيغ ترو بارتي باش نشرح لكم كومون سا سباس. بالنسبه للباك باونتي المهم لابارتي الاولى هو كاين بزاف ديال الناس في الباك باونتي كيديروا اوتوميشن، سيتادير كيكون عنده واحد الورك فلو ديالو خاص به، ولا كتكون عنده كيكون عنده واحد نقولوا حنا واحد الفي بي اس ولا بزاف ديال الفي بي اس كيدير فيهم كيسكرابي كاع لي دومين اللي تيكونوا ان سكوب وكيدير عليهم بزاف ديال الحوايج بحال مثلا نقولوا الفازين تيسكاني دوك السب دومينز اغانست تي في ايس اللي كيكونوا الى عاد خرجوا. المهم واحد كل واحد وكيبدا في الحوايج بحال مثلا كيكون عندك واحد الزيرو داي ولا واحد البوغ معين ما عارفينوش بزاف الناس كتشدو وكتحاول تقلب عليه في كاع لي يو ار الز اللي عندك ديال الباك باونتي كاملين ديال هاكر وان، باك كراود، يس وي هاك، انتجريتي اكسترا، وكتكون انت الاولاني اللي وصلت ليهم وكتريبورتي. هادو كيتسماو لو هانغين فريج. وكاين بزاف ديال الناس اللي بهاد لا ميثود كيدخلوا تقريبا واحد 2000 حتى 3000 دولار كتنقص منها لي شارج ديال الفي بي اس وداكشي كتجيك واحد 2000 دولار ديال الربح باغ موا كتكون ديالك. هادي لا بارتي الاولى. لا بارتي الثانيه هو انا شخصيا كيفاش كنلقى لي بوغ هو انني كنتعمق في ان بروغرام. سي دادير مثلا نقولوا ياهو ولا فيرايزن ميديا بروغرام كبير بزاف، عندهم سكوب كبير لواحد الدرجه ما تخيلهاش، ولكن شكون هما الناس اللي هما مرانكين في فيرايزن ميديا؟ هما واحد الناس اللي دوزوا بزاف ديال الوقت في فيرايزن ميديا بحال مثلا هامسيك ولا دوغيتشي هو واحد الشخص كنعرفو كنعرفو عامي ديالي وكنهضروا بزاف في سيناك حيت تبوجنا في سيناك، وكيعاود لي انه هو ياهو من قبل ما تكون في هاكر وان كنت يعرف شنو فيها. سي تادير سنين هو كيمونيتوري السب دومينز وكيعرف التكنولوجي يقدر يقول لك هو شي حوايج كاينين فيهم لي ديفلوبر براسهم ما يكونوش عارفينها.
فهمتي سي طادير بحال قلتي كتعيش داك البروغرام ملي كتكون مركز فيه كتعيشو وكتركز على الحاجه اللي بغيتي الحاجه اللي انت كتوالم معك. نعطيك مثال انت مثلا سكيلز ديالك كتعرف مثلا تيستي لي سيت مثلا نقولوا بي اش بي ولا نقولوا لي سيت ووردبريس اوكي غادي تدخل واحد البروغرام وغادي تشوف سكوب لي ووردبريس وغتركز عليه غتركز على الويب كريدنشال غتركز على السي في ايات غتركز على البلاجينز انستالين اكسيتيرا كتركز على الحاجه اللي انت كتعرفها. انا شخصيا مؤخرا دخلت البيت ديفندر بديت كنهاكي بيت ديفندر بزاف اللي هو بروغرام بيبليك في باك جراوند ودرت هادشي ديال السب دومينز وداكشي ولكن السب دومين واحد اللي ضربني واحد السب دومين تقيت معاهم لايك كريت اكونت داك السب دومين ونورمالمون هذاك لو كونط ملي كتكري خصك تفاليدي سيتادير باش تاكتيفي واحد لي فونكسيون خاصك تهضر مع السيبور باش اكتيفي. دابا بزاف ديال الناس ملي كيديروا ريجستريشن وكيوصلوا لهاد لافاز كيحبس صافي تيبدا تيست تيقول لك ما لقيت والو صافي كيدوز ما كاينش فونكسيون. انا ملي قريت الدوكس لقيت بلي خصك تهضر مع السيبور باش اكتيفي لك هذاك الكونت ديالك ومنين هضرت مع السيبور اكتيفوه لي لقيت بزاف ديال الفيتشرز اللي عمرهم ما قاصهم حتى شي واحد عمرهم ما تقاص. علاش؟ حيت حتى واحد ما فكر يدخل داك السب دومين وبديت كنريبورتي في لي باغ تقريبا شي سيمانه وانا كنريبورتي في لي باغ اي فونكسيون تنطيح فيها تلقى فيها ديباغ لي زايدور المهم حديت ولا حرج. تقريبا هذيك جوج سيمانات ضربت شي 10000 دولار هي من داك السب دومين بوحدو هذاك السب دومين لا غير بقيت فيه هذاك السب دومين عشت فيه بقيت ديما كنتسنى يديروا حاجه جديده فين ما كيباتشي وكنعاود نقلب نعاود نزبد نقول لهم راه ما باتشيتوش مزيان وكيعاود يخلصوني حتى صافي طلعت لهم فراسهم هذوك خوتنا سب دومين واحد تقدر بقيت مركز على سب دومين واحد دخلت في الفيوتشرز ديال الفيوتشرز ديال هذه هي الحاجه اللي كيفقدوا الناس في الباك باونتي. الناس كيبغي واحد الحاجه سهله كيبغي يدخل يلقى البوك شي ما لقاهش صافي ولا كيلونسي سكانر ما لقى والو كيرجع للسوق ما لقيت والو نو سير سب دومين لقيتي ريجستريشن خصك تيستي كاع لي فونكسيون تيستي ريجستري بهاد اليوزر دير هاد اليوزر دير فورغيت باسورد دير هادي دير هادي دير هادي ما تريحش ما تريتيش حتى تلقى داكشي اللي انت باغي. وهذه لا بارتي الثانيه اللي بغيت نهضر عليها. لا بارتي الثالثه هو ان دابا حنا في هذا الوقت هذا كان الويب 3 وكاين دي بلاتفورم اللي تيخلصوا على الباك باونتي في لي سيت اللي هما بيست اون بلوكشين اللي بحال سولانا وهادشي هذا والباونتيز ديالهم رهيب جدا لدرجه ان كاملس وقيل 48 ساعه واحد السيد تخلص على واحد الورم هول 10 مليون ديال الدولار اللي هي فهمتي حيت كامله تبقى تخدم ما تخلاش. وهادو ناس اللي تيستاو الويب 3 والويب 3 حتى هو عنده واحد الافاق كبيره والكونكورنس ديالو صغيره بزاف صافي ما كاينينش بزاف ديال الناس كيتيستيو هادشي. دونك هادو هما الثلاثه ديال لي ريبونس اللي نقدر نعطي الناس اللي كيهضروا على لا كونكورنس ولا انهم كيفاش يديروا باش يلقاو لي بوك. ركز على سب دومينز ركز على بروغرام واحد ما تبقاش تنقز من بروغرام لبروغرام لبروغرام. حاول تشوف بروغرام اللي انت ديجا عارف الفيوتشر ديالو تتعديغ مثلا نقول لك سبوتيفاي إذا كنتي كتخدم به عارف شنو لي فونكسيون ديالو شنو كدير تحاول دير شي حاجه اللي ما خصكش ديرها ولا اطونكو يوزر تبدا تفكر بحالك كتفكر لوجيك شنو تقدر دير باش باي باسي سيغتان فيوتشر سيغتان ليميتاسيون في لابليكاسيون ولا في الويب اب. هادشي اللي نقدر نقول لكم بخصوص هاد السؤال. يا العز اخي ايوب مي انرجع لواحد لاكيسيون اللي نورمالمون خصها تطرح قبل حيت فاش كيجي شي واحد مثلا كيمشي كيقصر في لي بلاتفورم ديال السايبر سيكوريتي كيمشي كيتعلم في تراي هاك مي ولا هاك دو بوكس ولا اي بلاتفورم اخرى كيجي كيشوف الناس كيضربوا العاقه مثلا في هاكر وان ولا في باك جراوند ولا في انتجريتي واش شنو هما السكيلز اللي غادي خصو مثلا واحد اللي يلا غادي يبدا في الباك بونتي ولا كيفاش يقدر انه يطور السكيلز ديالو باش يبدا في الباك بونتي؟ صراحة باش تطور السكيلز ديالك ولا باش تبدا ولا باش تنطلق في الباك بونتي انا صراحة كاينين جوج حوايج زعما اللي تقدر تتبعهم. اول حاجة هو انك تحاول دير لي لابس ديال بورسويغر عندهم واحد لي لابس رائعين بزاف
فور فري ما كتخلص عليهم والو، كيعطيوك اكسبليكاسيون ديال البوغ شنو هو لي تيب ديالو، وكيعطيوك لابس تحاول انت تقلب على داك البوغ. اين فوا كدير هادشي هاديك سكيلز كيحاول كيدخل لك لراس. وحاجه اخرى اللي الواحد خصو يركز عليها هو انك تحاول ما امكن تركز على كاتيجوري ولا جوج في ليفل كامل، حيت الى بديتي تتقرا هذه وتقرا هذه وتقرا هذه وتقرا هذه غادي تجيك صعيبه تقلب عليك شي كامل في دقه واحده. تقدر تركز على حاجه واحده وهذيك الحاجه تدخل منها، فهمتي، تدخل منها بزاف الفلوس. بحال مثلا انا واحد السيد كنعرفو وقيله هو رانك 10 ديال الباك كراود، عايش هذيك السيد من الاكس اساس، ما كيريبورتي حتى شي باب من غير الاكس اساس، ولكن اي سب دومين كتعطي له لاي دومين كيجبد لك اكس اساس، فهمتي، صحا كيجبدو لك، حيت هو شي حماق على اكس اساس. وكاين بزاف الناس غادي يعجبهم دي بوك اخرين بحال سي اس ار اف ايدور، سي اس ار اف ال اف اي، بزنس لوجيك ايشوز، انفورميشن ديسكلوجر، هادو كاملين دي بوك اللي تقدر تقلب عليهم. ركز على جوج ثلاثه ماكسيموم ديال لي بوك وقراهم وفهمهم كيفاش دايرين وبدا تقلب عليهم غير هما، بلا ما تبدا تقلب على 20 كاتيجوري ديال لي بوك وتبدا تقلب عليهم كاملين، حيت غادي غير تخربق الخدمه ديالك. بالنسبه ابار فورس ويجر كاين حتى بنتستر لاب صراحه، هما عندهم دي لابس مزيانين، حيت كيكريو دي لاب بيست اون ريل لايف سيناريو، بحال مثلا شي خرج شي سي في اي ولا شي حاجه كتلقى اللاب ديالو، كتلقى اللاب ديال هاكين سيناريو اللي تقدر تلقاهم ان ريل لايف. انا بعدا بنتستر لاب فان كبير ديالهم بزاف، وكندير بزاف ديال لي لابس ديالهم لحد الان. كيكون شي لاب فهمتي عندهم دي سيناريو بحال مثلا كيفاش اسكليتي الاوبن ريديريكت الاكونت تيكوفر، كيفاش او اوت فهمتي تيلي التوكن ديال او اوت ثينكس لايك ذات، فهمتي شي حوايج اللي بنادم كيراطيهم بزاف ماشي قلبت عليهم. تقدر تدخل تشوفهم في بنتستر لاب، وبنتستر لاب حتى هما دايرين كاتيجوري ديال ليفر تقلب على اس اس اي ديز اكس اس اس ديز اس ار اف اكس ذات. دونك بورس ويجر اس بنتستر لاب هادو احسن لي ريسورس اللي تقدر تقدر تقراهم وتلانص في باك باونتي. انا شخصيا ملي بديت الباك باونتي ما قريتش هذا الشيء، جيت وبديت جيت حيت كنقول غادي دير سي تي اف غادي دير هذه غادي دير تعكز تقول ام نات جود اناف ام نات جود اناف، عمرك ما تقول هذا ام نات جود اناف، ديما جي ودخل صافي قرا، دخل لها اكتيفيتي هاكر وان، قرا لي ريبور اللي كيصيفطوا الناس، حاول تفهم اللوجيك ديال الريبورت كيفاش دايره، حاول تفهم كيفاش الريبورتر كيصيفط البوغ البروغرام كيفاش كيشرح ليهم. اون سو بازون على داك بدا على داك اللي انت عارف، شويه بشويه غادي تبدا تتعلم، شويه بشويه شويه تدخل فلوس يعجبك الحال، ديك الساعات غادي تبدا تطور من السكيلز ديالك، دخل فورس ويجر دير هادي، شري بنتستر لاب سبسكريبشن اللي عندك، ايميل ستودنت راه عندهم ديسكاونت ستودنت، ودخل وخدم على روحك. شكرا اخي ايوب. دابا وصلنا لواحد البلان ديال دابا مثلا واحد الساط ولا واحد الساط اللي كيتصنت لينا، مثلا تصنت البودكاست نوطا اللعيبات صافي، من بعد واحد 6 شهور ولا تعلم بورت سويغر، خدا كاع اللابس اللي كاينين، خدا كاع توب 10 اواس مثلا فيونرابيليتيز فهمهم، دار شويه ديال اللابس، مشى للبنتستر لاب، لعب شويه البوكسز في بلايص اخرى، المهم داكشي اللي قد عليه. دابا قال غادي خصني نبدا في الباك باونتي. هنا كاين جوج الاسئله، واحد سؤال تحت سؤال اللي هما كيفاش يقدر يختار البلاتفورم اللي يهنتي فيها، كاين سميتو هاكر وان باك كراود وكاين دوك الاخرين حتى هما، وكيفاش يقدر انتجريتي وهذه ديالكم اللي غادي نهضروا عليها من بعد سيناك، وكاين كيفاش يدير حتى يختار بروغرام ما بين دوك البروغرامات اللي عنده، وشنو الديفرنس ما بين البروغرامز اللي كاينين بابليك وبرايفت، الا قدرتي تونشيني لي مثلا ستوري عليهم كاملين، مثلا بغاو يبداو وي بغاو يبداو اوكي اخي ايوب. واخا فهمت السؤال اخي فهد. انا بالنسبه للناس اللي بغاو يبداو كيفاش يختاروا البروغرام هادشي كامل، بالنسبه لاختيار البروغرام ماشي شي حاجه صعيبه، واحد الحاجه سهله. انا كنفضل انني نختار البروغرام قبل ما يختاروا البروغرام، يختاروا البلاتفورم بعد، كيفاش يديروا يختاروا البلاتفورم؟ بالنسبه للبلاتفورم البلاتفورم ما كاينش واحد الفرق كبير بين هاد لي بلاتفورم، زعما باش نكونوا واقعيين لي بلاتفورم فهمتي هما كيكونوا عند فيهم دي ترايجر، تيكونوا مثلا ترايزر ديال هاكر وان، ترايزر ديال باك كراود، وهما الغرض ديالهم هما انك ملي غادي يوصلهم الريبورت ديالك غادي يقراوه
وغادي فاليديوه الا كان فاليد، الا كان ديبليكيت راه يقول لك راه ديبليكيت. الفرق فين كيكون؟ الفرق تيكون في الطريقه اللي انت كتكتب بها الريبور، هذا هو الفرق. الا كنتي كتعرف تكتب الريبور، تعرف تكتب تشرح شنو هو، حيت دابا كاينين بزاف ديال الناس كاين البوغ كاين كلشي، ولكن ملي كيجي للريبور ما كيكتبوش مزيان، تيجي يقول لي ترايزر وفينا هو الريسك، وشرح لي الامباكت ديال هذا الشيء. الا ما شرحتيش الامباكت راه سي نورمال، هذاك الترايزر راه هو كيدوز واحد العدد ديال الريبور في النهار، وحيد عليك دوك اللي كيسبامي ولا هذوك اللي كيتفلاو، فهمتي، تيضيعوا عليه وقته وتي ريبورتيو له اس بي اف ريكوردز، دي ماك ريكوردز، ولا شي حاجه اللي تعالى تيقول تيجي ليترالمون تيقول لي دخل النافيغاتور وكتب لي في الكونسول سكريبت اليرت واحد اكسس، فهمتي، كاينين بزاف ديال الناس تيطرولي. دونك انت باش تخرج من هذيك الاريا خاصك تكتب ريبور يكون نقي، في سامري، في ديسكريبشن، في ستيبس ديال الريبروديوشن، وفي البروف اوف كونسبت، وفي الريسك اللي هو الامباكت، وكل حاجه كتعطيها وقتها. راه ملي كتجي تدخل دابا الهاكتيفيتي د هاكر وان مثلا، كتجي كتلقى كل ريبور كيختلف على الاخر، ولكن بيناتهم كاملين هما ان كل واحد كيشرح بطريقته، يبين لك هاد ديسكريبشن ها شنو كاين، ها شنو خصو يدار مثلا، شنو هما الايشوز، شنو خصك دير باش تفيكس هاد الايشوز. ستادير لا بلاتفورم ما عندهاش واحد الاهميه كبيره، فهمتي، البلاتفورم ما عندهاش اهميه، انت شنو كترتاح. اللي نقدر نقول لك فرق بيناتهم هما البيمنت مثلا، هاد هاكر وان دايرين كريبتو، الاخرين ما دايرينش كريبتو، فهمتي، الا بغيتي تخلص كريبتو سير خصك ضروري هاكر وان، فهمتي، ما الا بغيتي تخلص باي بال ولا البنك كونت بنكير راه كتمشي تقيد بكره وتتخلص فيا بكره. والبروغرام هما اللي كيديفينيو سبن بلاتفورم غادي تخسر. مثلا انت نقولوا نتفليكس مثلا، بغيتي تعاك نتفليكس دايرين كولابوراسيون مع بكراوس، غادي ياخذ بزز منك خصك انت تفكر الا انت بغيتي تيست نتفليكس، فهمتي، بغيت نقول سي تادير لا بلاتفورم هي بحال قلتي غير باساج، ماشي شي حاجه مهمه تقدر انت تهنتي تف انتغريتي الى 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 تانتغريسي بدوك الكلاينتس ديال اوروبا، تادير جيرماني، نيدرلاند، اكسترا. دونك بلاتفورم ماشي شي حاجه مهمه هو البروغرام. البروغرام باش تختارو خاصك تكون فاميلياريزي هذاك البروغرام، من الاحسن تكون فاميلياريزي، سينو الا ما كنتيش فاميلياريزي خاصك ضروري تدوز فيه وقت كبير. علاش؟ خاصك تفهم لي فونكسيوناليتي ديال كل سيت. انا غندخل واحد السيت مثلا سميتو example.com، غادي ندخل غادي نمشي للريجستريشن، غنتقيد، غادي نمشي اول حاجه نديرها نقرا الدوكيومنتيشن، شنو هو هاد لو، شنو هو لي سيرفيس اللي كيبريزونطيو، كيفاش داير الاي بي اي ديالهم، شنو البلانات اللي كاينين، شنو هو لو سيرفيس ديال هاد example.com. خصني نفهمو واش example هو واحد السيت كتدخل له كتقيد كتانفيتي صحابك وتتشاطي معاهم مثلا، صافي. ملي كتفهم لا فونكسيوناليتي كيبدا كل نهار كتستي حاجه تقول اجي نشوف شحال يمكن لي انفيتي من واحد في النهار، ولا اجي نشوف كيفاش ندير باي باس انفيتي اكثر مثلا من جوج في النهار، فهمتي، كتبقى غادي وكتفكر بحال هكا، كتفكر كيفاش نقلبهم شي حاجه يكونوا زقلوها، كتبقى غادي ايطاب باغ ايطاب. وزعما ملي كتعيش مع البروغرام ملي كتفهمو كيفاش داير، راه ملي كتحط راسك في الخدمه راه تبدا تقول داكشي اللي درت ليهم وهاد اللعيبه زقلتها وصافي حتى لغدا ونوض ديرها، كاين واحد اللعيبه ما تيستيتهاش وغدا، كتولي عايش مع داك البروغرام. دونك انا بالنسبه ليا الاختيار ديال البروغرام بي امبورطون من لا بلاتفورم، فادير سير قلب على البروغرام اللي انت فاميلياريز معاه، عارف لي سيرفيس ديالو، او الا غادي تختار شي بروغرام بصراحه البروغرام اللي عنده بزاف ديال لي فونكسيوناليتي باش تلقى فين تيست في ريجستريشن مثلا، اس اورجانيزيشن، اس يوزر، اس ادمين، ثينكس لايك ذا، ولا كيكونوا دي بروغرام هما تيعطيوك الكريدنشلز ديال تيقول لك هاك مثلا هذا كونت يوزر، هذا كونت ادمين، باش كتستي بريفليج اسكيليشن اكسترا. وبالنسبه للبيبليك والبرايفت، انا شخصيا ما كيجينيش تمام، انا علاش كيديروه، انا نشرح لك علاش. دابا كاين بزاف ديال لي بروغرام اللي تيقول لك حنا مثلا محتاجين الناس اللي عندهم كيريبورتيو هاي باكس، يعني هما ما محتاجين لكش انك تريبورتي لهم شي حاجه لو شي تخربيقه اللي ما عندهاش على الامباكت كبير في البيزنس، يعني كيتانفيتاو دايرين في كريتير انفيتيو لينا غير لي هاكر مثلا اللي عندهم النسبه ديال هاي وكريتيكال في الريبورت ديالهم، يعني باش هما
يحاولوا ينقصوا عليهم الخدمه ديال الترياج وكذا، فهمتي؟ غادي انفيتيو بزاف ديال الناس، هذوك بزاف ديال الناس غادي يبداو يصيفطوا عليهم شي حوايج لا وكذا، واخا هما ما دايرينهمش بروغرام كوب كتبان لك سيري بورتي، كتقول بوغ انا ريبورتي ولا اللي عليها وكتضيع عليهم وقتهم. داكشي علاش باردون داكشي علاش هما تيديروا دي كريتير في الانفيتاسيون، ولا تيقول لك حنا ما انفيتيك حتى تكون فيريفي الاي دي ديالك، فهمتي؟ سي دادير يقدر اي واحد يبدا يتيستي، وزعما راه شي عند بالو راه عند بالهم راه وانا في باك كراود الوغ كو سي با لوك. و بعض المرات تيقول لك الا كنتي غاتيستي راه تسكاني اجوتي واحد الهدف سميتو اكس هاكر وان ولا اكس باك كراود، دير فيه يوزر نيم باش نعرفوك راك مع باك كراود ولا مع هاكر وان. بس بس ما تخلطش ليهم معاه، فهمتي؟ ماليشيس بيرسونز اللي كيحاولوا يسكاني هوم اكسيتيرا. نتمنى نكون جاوبت على هاد لا بارتي ديال السؤال ديالك خايفه. لكن كان واضح ايوب واحد السيد مشى خدا كما قال فهد قبيله، خدا اللابس، خدا ترينا مزيان، خدا المقويات، خدا البروتينات ديال 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 الباك بونتي، ومشى خدا مثلا واحد لارج سكوب، مشى دخل مثلا هاكر وان، عجبو مثلا واحد البروغرام ديال اكزامبل دوت بوان كوم با اكزامبل، وخدا هاد البروغرام هذا وفيه واحد لارج سكوب، فيه بزاف ديال الاسيتس، بزاف ديال العيبات. شنو الحوايج اللي الى اختار مثلا هاد السيد البروغرام ديالو، شنو هما اول الحوايج اللي خصو انه يقراهم وانه يرد لهم البال فاش كيختار مثلا بروغرام؟ اول حاجه ملي تختار بروغرام خاصك تمشي نيس تقرا البوليسي ديال البروغرام. هذه حاجه مهمه باش يديروهاش بزاف ديال الناس، وكيطيحوا في لي زين اي وكيطيحوا في لي زانفورماتيف، وبعد المرات كاع يقدر يتبان منك بروغرام. ملي كتانفيت واحد البروغرام ولا ملي كتدخل بروغرام بوبليك، اول حاجه خصك دير كتدخل بوليسي البروغرام، كتقرا شنو هما باغيين. هما تيقول لك حنا شنو باغيين، راه الا ريبورتيتي لهم شي حاجه اخرى راه ما غاديش يقبلوها. دونك انت كتمشي كتقرا تقول هادو مثلا تيبغيو تيخلصوا مثلا كثر على الاس اس ار اف، كيخلصوا كثر اذا درتي هادي لقيتي هادي كثر. دونك انا بالنسبه ليا اذا دخلت لواحد الوايد سكوب مثلا بروغرام وايد سكوب، اول حاجه نقدر ندير هو انني غادي نحاول نجبد الماكسيموم ديال السب دومينز ديال هذاك البروغرام. باغمي هذاك السب دومينز غنركز على واحد الواحد ولا جوج، واحد ولا جوج، وهذوك السب دومينز خصهم يكونوا فيهم فيوتشرز. انا فهمتي غندخل سب دومين غنلقى فيه تقياد، غنلقى فيه دوكيومنتيشن، سيتادير مثلا هاد نقولوا مثلا حنا كوميونيتي بوان اكزامبل بانك. الوغ كوميونيتي سيتادير غادي يكونوا فيه بزاف ديال الفيوتشرز، غتدخل غتقيد، غتلقى لي بروفيل ديال يوزر اخرين، غتلقى لي زانفو ديالهم، تلقى التصاور كيف تابلود التصويره. دونك كاين بزاف د الحوايج اللي تقدر تيستي في كوميونيتي ولا سيبور مثلا بوان اكزامبل بانك. دونك انا كنركز على بحال هاد لي دومين، وكنحاول نركز على لي دومين اللي شي كيبانو هما دي بانيل. بحال دابا مثلا كتبان لك هادي بانيل ديال بانيل انترن، ولا بانيل شي سي ام اس معروفه، ولا شي حاجه هكا سيسكو ولا شي تخرب داخل، وكتحاول تيستي ادمين روت روت ستارتر، فهمتي؟ وبارفوا بزاف د الحالات كطيح في ديفولت كريدنشلز، وتيكون ريسك كبير ملي كتلقى ديفولت كريدنشلز، سيرتو الا كانت شي حاجه عندها علاقه بالبرودكشن وماشي ستيجين، وشي حاجه كتكون سنسيبل في هذاك السب دومين كتكون البينغ كبيره في البيوس. دونك انا بالنسبه لي هذا الشيء اللي كنركز عليه، وكنحاول ما امكن البروغرام يكون كيما قلت لك يكون متنوع فيه بزاف د الفيوتشرز. بحال دابا نعطيك مثال، سلاك بروغرام زوين كاين في هاكر وان، وسلاك بحد ذاته فيه بزاف ديال الفيوتشرز، بزاف تقدر تكري ورك سبيس ديالك، تقدر فهمتي تكون بريميوم، كاين دي فيوتشر ديال بريميوم، غادي تقرا الاي بي اي تشوف الحوايج اللي بريميوم باش تقدر ديرهم وانت فري، تشوف لي كول، تشوف هادي تيستي، وكاين بزاف ديال الحوايج. هادشي كامل تقدر ديرو فهمتي، واخا كيبان صعيب كاين بزاف ديال زاكس extensions verb suite اللي غادي يعاونوك انك اوتوماتيزي هاد الشيء وتقلب عليه في خكام، غادي يبقى يجيك ساهل تيستي، فهمتي؟ دوز واحد الساعه كتيستي غير في هاد الشيء من جوج ساعتين. دونك انا هادي هي لابروش ديالي في لي بروغرام. اوكي اخي، هي الحوايج اللي كنركز عليهم. مادام جبتي verb suite غادي ندخل واحد الكويشن تاهي مع واحد السؤال تا كنت باغي نسولك.
دابا انا فاش كنت بديت باك بونتي كان اغلبيه الناس ولا البات اللي كانوا كيدويو عليه هو الا كنتي يلاه بادي ماشي مهم لابد تشوف البروغرامز اللي كيعطيو اللي كيعطيو البينغا تقدر تمشي اللي كيعطيو السواكس ولا شي يعطيو شي حاجه اخرىين ماكس ولا شي لعيبات يعني واخا ما كيخلصوش بالفلوس ما كيفهمتي المهم كيعطيو كل البوينت كما كانوا شحال هادي في فاكروان ولكن واش هاد القضيه هي زعما حاجه ينصحوا بها زعما مهانيه واخا انا كنت وخمني بصراحه كتجيني تضيع الوقت زعما كيبان لي نمشي نهانتي في بروغرام واحد اخر ومنها كنشارب السكيلز ديالي باش فتا نتخلص عليه حسن ما غير نضيع الوقت في واحد اخر وما نستفد منه والو زائد شنو هما التولز اللي مثلا از باك باونتي هانتر تستخدم بهم واللي خصك ديجا حيت قلنا يكونوا عندك سكيلز كتعرف توب 10 واسك كتعرف كلشي ولكن عاوتاني التولز واش التولز كلهم يقدروا يكونوا فابور ولا غادي خصك تنفيستي على راسك شويه شي نهار شي نهار غادي خصك تشري ليسونس شي لعبه ولا تقدر تبقى غادي غير بالفابور اخر بالنسبه لهذا السؤال هو مهم بزاف غادي نجاوبوا عليه على جوج ديال الفاز المهم الفاز الاولى غنهضروا على الويب بالنسبه للبروغرام اللي هما كيتسموا في دي بي Vulnerable Disclosure Program هما تلقاو الشركات كيديروا بروغرام ولكن ineligible payment كتريبورتي تي فاليدي تعطيك بوينتس وهذوك البوينتس كيجيبوا لك برايفت انفايت انا بالنسبه لي هذه القضيه هي اكثر حاجه تقدر تضيع فيها الوقت في حياتك كامله هو انك تهانجي في هذا البروغرام حيت هاد لي بروغرام تيكونوا دايرينهم شركات كبار اللي تيدخلوا تريليونز اوف دولارز في العام وكيجيو وما تيانفيستيو حتى درهم في السايبر سيكيوريتي ولا كتلقاهم دايرين في دي بي عندهم برايفت بروغرام ونتايا كتبقى بحال شي عيان كتبدا تهانجي في في دي بي الوغ كو راه كاين برايفت بروغرام انا بالنسبه لي هذا تعيط تضيع الوقت انا بالنسبه لي شخصيا نقدر نهاكي في بيبليك بروغرام ونضيع فيه بزاف ديال الوقت ونريبورتي مثلا 3 ولا 4 ويكونوا كاملين ديبليكيت غتكون احسن ليا من انني نريبورتي بوغ واحد في دي بي وغادي يكون ترايجد 100% انا بالنسبه لي من الاحسن الواحد غادي تانفيستي الوقت ديالك هذاك الوقت تريمينيري بواحد الفلوس واحد سيغتان الفلوس غطي انت مثلا واحد اربعه ولا خمسه سوايع في النهار خاصك ما امكن هذاك خمسه سوايع ديالك في النهار ترجع لك كومين بواحد لو ريفوني ديال واحد الباك لقيتيه ولا جوج ولا ثلاثه فهمتي و بالنسبه لي تولز لا بليبار ديال لي تول هما فري ما كاينش شي حاجه اللي تقدر تانفيستي فيها كاين بزاف الناس عندهم بيرب سويتش برو انا شخصيا عندي بيرب سويتش برو ولكن ما كنحتاجوش بزاف باش نكون واقعيين بيرب سويتش برو كيشريو الناس باش كيديروا داك اكتيف باسيف سكانر ولا شي ولكن سكانرز ديال بيرب سويتش يكونوا بزاف المرات انكوريت استدير كتلقى شي حاجه اللي هي ما كايناش ولا كتكون فالس بوزيتيف كما تنقولوا من الاحسن الواحد بالكوميونيتي الكوميونيتي وغراس او كونتريبيور اللي كاينين بزاف تي كونتريبيو وكيصايبوا دي بلوجينز للبيرب سويتش تقدر تخدم غير بالكوميونيتي فيرجن وغادي تخدم فهمتي اليز سون اوكان بروبليم هادي لا بارتي ويب لا بارتي موبيل سي باغي بالنسبه للهاكين حتى هو خصك تركز على بروغرامز اللي كيخلصوا وبالنسبه لي تول اللي غتحتاج كاملين تيكونوا فري الا كنتي غتستي اندرويد غادي تحتاج جيني موشن غادي تحتاج بيرب سويتش كوميونيتي وغادي تحتاج فريده وداكشي بس ديال الاس اس ال بينين ديال لي زابليكاسيون باش انستاليهم عندك تقرا الاي بي اي وتشوف كومون سي سباس ترافيك ديال داكشي وتست على خاطرك دونك كاع لي تول سون فري ولي بروغرام ركز ليا على داكشي اللي كيخلص حيد عليك لي في دي بي وداكشي السواق راه ما خدامش هيك تضيع وقتك الناس بغات العاقه خي ايوب داكشي اللي كاين ما عندك لا تضيع وقتك انت تضيع ساعتين في النهار وباش يصيفطوا لك سته ديال القرايه ديال ريد بول ولا ما عندها معنى كما واحد خونا صيفطوا ليه الكراتن ديال ريد بول anyway so غادي نحاولوا نهضروا في هذا لا دوزيام بارتي غادي نهضروا على سيناك ياك غادي نسولك على خي ايوب شنو هي سيناك وكيفاش قدرتي انك تدخل لسيناك
وشنا هي لا ديفيرونس ما بين سيناك باغ اكزومبل وكاع لي بلاتفورم اخرين ديال الباك بونتي اللي معروفين؟ اوكي سيناك بلاتفورم مصايبها واحد الاكس ايجنس ديال ان اس اي. بس دخل سيناك تو سامبلومون كاين جوج ديال الكريتير، سواء كتكون سيرتيفايد سيتادير عندك واحد الافنسيف سيكيورتي، بحال مثلا نقولوا شي يقولوا لهم شات لي سميتهم، المهم السيرتيفيكيشن ديال الاوفنسيف سيكيورتي تكون عندك وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا whatever، كتدفع عليهم الباس ديالهم، كتدفع عليهم كتابلاي من جرين هاوس وسط من السيت ديالهم، سواء كتبع طريق ديال هاك ذا بوكس اللي درت انا نورمالمون في هاك ذا بوكس. الى دخلتي غادي تلقى كاين واحد الباط ديال سيناك، وهداك الباط خصك تكومبليتيه. هداك الباط فيه ثلاثه ديال لي تيب ديال لي تشالنج، فيه ويب تشالنجز وفيه هوست تشالنجز وفيه موبايل تشالنجز. ملي كتدخل لهداك تشالنجز ديال هاك روان ديال هاك ذا بوكس باردون وكديرهم كاملين، كيصيفطوا لك سيناك واحد الانفيتيشن لينك تيكون يونيك، وكتدفع ليهم من هذاك اللينك. وفاش كتدفع ليهم واخا ما تكونش سيرتيفايد كيقبلوك، وكدير معاهم واحد البروسيس كبير، هما عندهم واحد البروسيس شويه كومبلكس، تفيريفي الاي دي ديالك وكيصيفطوا لك الدوسي ديالك عند واحد الاتورني تيكون في المغرب وتيفيريفي واش عندك صوابق اكسيتيرا اكسيتيرا. المهم ابخي ملي كتدخل على حسب من تشالنج درتي، الا درتي مثلا غير الويب كيعطيوك هما اكسي غير الويب تارجتس، درتي الويب والهوست كيعطيك الويب والهوست، درتيهم كاملين كيعطيوك اكسي لكلشي. والفرق ما بين سيناك ولي بلاتفورم اخرين هما ان سيناك كيخلصوك ان ترايش، سيتادير لقيت انا مثلا واحد الاي دور غادي نتخلص فيه في 24 ولا 48، ما غنتسناش الكلاينت حتى يريزولفي الباغ وغيخلصنا. دابا هما عندهم واحد السيستيم ديال ماركت برايس، سيتادير كل تيب بحال مثلا تيكون عنده واحد تايب ديال بيمنت. نعطيك مثال بحال دابا مثلا اكس اس اس، داكشي ديال دوم اكس اس اس، داكشي بيرسيسن اكس اس اس، يكون تقريبا تيخلصوا عليه $800 بحال مثلا $890 حتى $900. اوكي، ومثلا اس اس ار اف فول اس اس ار اف تيخلص عليها قيله 3000، ار سي 3000، ال اف اي 3000، و سيكول انجكشن تاع 3000. كانت عندك هالف سيكول انجكشن ستادير ما كاملاش كتاخذ 1500، ستادير اي حاجه ريبورتي عليها كتخلص عليها في البلاصه ما كتسناش. ستادير تقدر تريبورتي دوز 10 دقائق غتخلص، وبالليل مع السبعه كتشري دوك فلوس باي بال، ما كاينش تحت، ماشي هذا هو الفرق. البلاتفورم الاخرين لا، البلاتفورم الاخرين كتلقى بعض المرات دي بروغرام تيدير لك بيمنت انترايز، كتلقى واحد لابارتي بحال مثلا جيت لاب كيديروا هاد القضيه ديال بورتيتي شي باغ جيت لاب، سيرشو الا كان شي باغ هاي كيصيفطوا لك واحد $1000 في ترايز، ومنين كيريزولفيو الباغ تيصيفطوا لك الكماله ديال النيل خلاص. الوغ كو لي بروغرام الاخرين لا، كتصيفط الباغ تيتفاليدا وتيجي ترايزر ديال التيم وكيتشيك السيفيريتي واش هي هذيك، وحتى كيريزولفي بارفوا عاد كيخلصوك ولا بارفوا قبل على حساب البروغرام. بحال مثلا شوبيفاي وداكشي كيخلصوك دغيا، جيت لاب كيخلصوك دغيا، جيت هاب كيخلصوك دغيا، هاكر وان زعما هما البروغرام ديالهم حتى هما كيخلص دغيا. الوغ كاينين دوت بروغرام اللي تيخلصو معطل، بحال مثلا اي تي ان تي كيتعطلو بزاف. فهمتي، انا واحد الباغ عندي في اي تي ان تي دار العام عاد خلصوني، دار لي عام عاد صيفطوا لي باونتي ديالي. هذا هو الفرق، هذا هو لافونتاج ديال سيناك، سيتادير تقدر تدخل تريبورتي سيكول جوج ثلاثة صافي، انت عندك واحد $9000 ديالك، فهمتي، خفن زر بما كتضربها في نهارها. هذا هو الفرق. دابا اللي فهمت، دابا سيناك ماشي بحال البلاتفورم الاخرين، اول حاجه على التايم ديال البيمنت، وزيد عليها انك ماشي كاي بلاتفورم كتمشي انت كتكري اكونت، لا خصك تاخذ الانفيتيشن من عندهم، سواء بالباد ديال هاك ذا بوكس، سواء تكون عندك مثلا او اس بي ولا او اس ديال الاخرى ديال الويب، او سي ما عرفتش مثلا او اس اي واقيله ولا شي حاجه بحال هكا، المهم ديال اوفنسيف ساك. ولكن دابا القضيه يعني فاش تدخل عندهم هما، مش حتى البروغرامز وقيلا ماشي انت اللي كتختارهم، يعني هما اللي كي بروغرامز وي هاد الحاجه نسيت ما قلتهاش. بالنسبه لسيناك هما عندهم جوج ديال التيب ديال
بحال قلتي ديال الريسيرشر، كاينين الريسيرشرز ديال اليو اس اي، صديق كيكون عندهم اكسل فيدرال تارجتس، داكشي ديال الفيدز وكذا، وتيكونوا هادوك التارجتس حلوين بزاف حيت تكون كومبيتيسيون صغيره، وتيكونوا الناس الاخرين اللي ماشي يو اس اي تيكون عندهم اكسل لي تارجت اخرين، وهما تيكونوا قاسمين دايرين بحال قلتي واحد دي روتيشن، دايرين ثلاثه ديال روتيشن، بحال مثلا روتيشن الاولى يكون عندهم واحد التارجتس معينين، نقول مثلا واحد 30 ولا 40 تارجت كيدوزوا فيها واحد الشهر ولا شهرين، ابخي كتروتيت مثلا نقول الروتيشن جوج، وهادوك صحاب روتيشن جوج التارجت ديالهم كيمشيو روتيت ثلاثه، وكتعاود الدور الدوره فهمتي، باش بروجرام واحد كيدوز على بزاف ديال الروتيشن. ودايرين هاد القضيه بس باش ما يكونش مثلا اكسل تارجت داخلين له بزاف دقه وحده، ستادير حيت لا بلوبار ديال لي تارجت سينات تيكونوا انتستد فهمتي، تيكونوا هم صايبينهم دي ديفلوبر، تيكونوا باقي ما عمرهم تقاسم، ستادير تقدر تلوح غير سكانر ديال الباب غتجبد لعباك فهمتي. وهما باش كي ايفيتيو هادشي كيحاولوا ما امكن يديروا دي جروب صغار مثلا فيهم واحد 30 ولا 40 واحد، كي هاكيو داك التارجت، ومن بعد كي داك التارجت كيدوز لواحد روتيشن اخر فهمتيني، كيديروا فحال هكا باش كتبقى ديك الويب ابليكيشن خدامه، حيت سينو الا حطيتي ليها مثلا واحد 1000 واحد ولا 1500 واحد اللي كيتستاه في الوقت، عرف باللي غادي يطيح داك الشيء، وغادي والابليك والكليون ما يكونش فرحان. هما بزاف ديال ليكا كيعطيو ديما لي كريدنشلز، بحال مثلا تيكونوا بزاف ديال التارجت فيهم بزاف فونكسيوناليتي، تيقول لك ها الادمين، ها ماناجر، ها سيبور، ها هيلبر، ها كل واحد الرول ديالو كتدخل تدات على خاطرك، انت ما كتحتاج انك انت تكري كونت. دونك مثلا اليوم دخلتي الكونت ديالك ديال سيناك مثلا، لقيتي واحد نقولوا كاينين خمسه ديال البروغرامز اللي كاينين، هانتيتي مثلا شي ثلاثه، واش مثلا غدا تقدر تلقى شي واحد اخر خرج عاوتاني يبان، ولا كاين شي تايمين كيديروه ولا دابا انا نشرح لك. دابا لي كليون ديال سيناك كيختلفوا، كاين بحال دابا مثلا دي كليون اللي تيكون عندهم واحد الالتس تايم، سي تادير واحد لقيته ديال البرود تيحبسوا لك لاكسي، هما اصلا سيناك باش دخلت اكتيفي دخل شي تارجت خاصك دير في بي ان ديالهم ديال اليو اس اي، وكتدخل البلاتفورم وكتسيليكسيون التارجت باش داك الترافيك ديالك نتايا كيوصلهم، باش الا طرا شي انسيدون ولا شي حاجه كيعرفوا شكون هو المسؤول. دونك انت ملي كتبدا تيستي اون فوا كتحبس هذاك التارجت، راه انت غيبقى يبان لك البروفيل ديالك فهمتي، شحال لا بيريود اللي غادي يبقى عندك في الكورت ديالك في الروتيشن ديالك. ومن بعد مثلا الى حيدوك من هذيك الروتيشن راه كيوصلك ان ايميل، كيوصلك ايميل تيوكيوها من اوف بورد مثلا في تارجت اكس ايكغيك زد، ومنين كيدخل شي تارجت جديد كيوصلك ايميل تيقول لك يو بين اون بورد تارجت مثلا ويل واحد جوج ثلاثه، هما ديما كيستعملوا فهمتي ريدكس نيمز، بحال مثلا اي باي وداك الشيء تيكون عندهم ويل واحد جوج ثلاثه فهمتي، ويل 001 اكسترا على حساب سبيني اوكي طالع اكسترا، كيكون عندهم بحال باش الى اكسيدنت اللي ضرب شي سكرين شوت ولا شي حاجه ما كيكونوش الانفو ديال الكلاينت فهمتي في هذاك السكرين شوت. مفهوم اوكي. قبل ما نعطي سيبو يسول الاسئله اللي بقى، وبغيت نسولك حتى على واحد السؤال اللي يقدر الناس يبغوا يعرفوه، دابا انت جايه في سيناك، وسيناك قلتي لهم البارت كيفاش يدخلوا ليها، ولكن واش سيناك كانت هي البدايه ديالك في الباك بونتي، زعما بديتي نيشان في بلاتفورم سيناك ولا بديتي في بلايص اخرين، زعما مشيت فهمتي باش زعما وي بالنسبه انا فاش بديت، ما بديتش صراحه ما بديتش في سيناك صراحه، كيفاش دخلت لهاد ما يقدروا يكون الناس انتغسي افون كيفاش دخلت للباك باونتي ولا نخليوها ابار ولا نقول هذا لا سير اخي بلاكس الناس عزيز عليهم ستوريز ستوري تايم كيفاش دخلت للباك باونتي. انا كنعرف واحد السيد هو صاحب خويا، قرا في لانسا معاه، لانسا ديال تطوان، وبلزم قرا ديفلوبمنت، وهاد الدري هذا هو خدام يقدر يكون فيكس ولا يقدر انه يكوفري كاع دوك لي شار اللي غادي يكون عند هذا اللي غادي يبدا الباك بونتي مثلا، واش كاين فيه الريسك، واش غادي يكون عنده
صالير واش كاين الريسك الا كنتي مثلا كنتي خدام از بين تيستر وقلتي لا غادي نحبس ولا كنتي خدام شي خدمه قدوه وقلتي غادي نحبس وغادي نمشي ندير الباك بونتي وغادي نشوف واش غادي ندير الفلوس واش يمكن انك تريسكي بالجاب ديالك ولا بالزيتود ديالك كاملين باش انك دير داك الشيء اللي كتبغي مثلا باك بونتي واش تقدر انك تعيش باك بونتي وتقدر تدخل منها صرف اللي غادي يعيشك كل شهر تقريبا؟ بالنسبه لهذا السؤال مهم شاو بزاف واحد يعرفه. باك بونتي اون جينيرال تقدر تعيش فيها الوقت اللي تكون عارف لي كاباسيتي ديالك. انا كنصح الناس زعما اللي كيسمعونا واللي ديجا عندهم خدامهم من الاحسن ما تليفيش الخدمه ديالك ما ديميسيوني ما دير حتى شي حاجه تتاكد انك انت كتقدر تلقى واحد سيرتن اماونت اوف باكس كل شهر اللي هادوك اللي غادي يمكنوك انك تعيش هذاك الشهر مثلا نقولوا واحد الصالير معين ولا بواحد العيشه مزيانه. حيت تقدر تليفي جوب غادي تبدا خدام غتلقى عقبات غطيح في دوبليكيتس غتلقى بزاف د الحوايج وغادي تقول انا تقولبت. دونك من الاحسن الواحد ما تريسكيش كما تيقولوا dont put all your eggs in one basket. كل خدمه ديالك هذاك سبير تايم ديالك اللي تيكون عندك اللي كتسبيندي في يوتيوب ولا كتسبيندي في الخوا الخاوي ولا الخروج هذاك الوقت غادي تانفيستي واحد ساعه ساعتين في النهار ديالك غادي تقعد تيستي فيها لي باغ تقرا رايت ابس تقرا تدخل دي زامبل فهمتي تدخل واحد لي زامبل لعقلك واخا ما تيستيش تدخل غير لي زامبل تفهم هذا كيفاش قلب على هذه هذا كيفاش لقى هذه وكتمشي وكتبدا تيستي داكشي في حوايج اخرين اون فوا كتبدا تطيح على القوالب وكتبدا تلقى شي حوايج اللي ناس اخرين زقلو ديك الساعات حسيت براسك تقدر تلقى مثلا واحد الخمسه ولا سته ديال لي باغ كل شهر هذيك الساعات نقدر ننصحك انك تركز على الباك باونتي فول تايم باش تدخل اكثر من هذوك الخمسه ديال لي باغ وتخلي الخدمه ديالك حيت غالبا دوك الفلوس اللي غتدخل في الباكس غادي يكونوا اكثر من الفلوس اللي كتدخل في الخدمه ديالك. انا شخصيا جاوني بزاف ديال الفرص ديال الخدمه في كازا بزاف ديال الشركات اللي بلا ما نذكر اسماء ديالهم ورفضت كاع دوك العروض حيت هذاك السالير اللي هما شي بروبوزيو انا غادي نلقاه في بوك واحد في سيناك مثلا غندخل غنلقى بوك واحد غادي ندخل هذاك السالير غيعطيني في الشهر الوغ كو انا غادي ندوز شهر كامل وانا كندير بنتاس هما تيدخلوا ملايين فهمتي على ظهري وانا تندخل مثلا واحد 8000 ولا 9000 في الشهر. دونك انا كتجيني من الاحسن نلقى واحد البوك ولا جوج وغادي ندخل هذيك 10000 درهم الوغ كو انا نخدم في البنتاس وديما الواحد يكون عارف شنو هو الورد ديالو ما حدك باقي جديد وما عارفش ما تلعبش كبير دوز وقيته تعلم دخل واحد الحاجه تكون كونسيستنت تدخلها الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث تحس براسك غادي مزيان وغادي كتعلم ديك الساعات لي فيديو شوب ديالك ما تجيش وتلي فيديو شوب ديالك هكاك باش نكونوا واقعيين وباش حنا ما نتحملوش المسؤوليه ديال الناس يقولك لا قلتوا لينا باك باونتي فلوس انا خليت خدمه ديالي وهاد الهضره هادي فهمتي كيقولوها بزاف ديال الناس كل شيء اللي سولتيه كونتنت كرييترز الناس توب هاكرز الى ليفيتي جوب غادي تستراغلي. انا شخصيا اي ستراغلد في الاول حيت اي هاد نو تشويس انا كنت درت واحد الايديوكيشن ما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء وكان عندي ذا اونلي واي انني خصني نعطي الوقت لهذا الشيء ونخدم فيه ودوس بزاف ديال نايتلس زعما كاونتلس نايتس ديال الخدمه والاكزاستين والفهمتي والبيرن اوتس وهذا الشيء هذا كامل باش نوصل انا اللي وصلت ليه مي فهمتي دوس بزاف ديال ليزيتاب خايبين وانا ما هاد ليزيتاب بغيتش الناس يدوزو منهم فهمتي حيت كاين اللي ما غاديش غادي يمل غايقول وصافي فهمتي فاكيت انا ما بقيتش باغي قاعد وماشي كاع الناس بحال فهمتي البيرسيستنس ماشي عند كلشي فهمتي كاين اللي عنده شويه كاين عنده بزاف كاين عنده داكشي موين دونك من الاحسن ما تلعبش كبير لعب صغير تيستي بشويه عليك دقه دقه وان شاء الله راه غادي توصل داكشي اللي بغيتي عاد سيني نقدر نقول لكم. يا شكرا اخي ايوب على الرسول العين اخويا نتلاقاو في شي ايبيزود قريله بغيتي تجي مرحبا بك راه الدار داركم ان شاء الله. شكرا بزاف نتمنى لكاع الناس اللي سمعوا البودكاست يكونوا استفادوا شي حاجه على الاقل حاجه واحده وبالنسبه للتساؤلات ولا شي حوايج اللي ما ذكرناهمش في البودكاست نتمنى الدراري يخليو لكم تويتر ديالي
ولا ديسكورد تقدروا تكونتاكتيوني تصيفطوا ليا ميساج، مرحبا باي واحد. شكرا شكرا لك انا خايب، الله يحفظك لي العز.